رجعنا لكم من جديد في ليكيب كان قبل الفاصل كنا نحكيوا على منتخب مدغشقر. اغلب الحاضرين هنا اكيد ما يعرفوش كيف انتم الساده المشاهدين ما تعرفوش برشا حاجات على منتخب مدغشقر. نتابعوا شنو نجموا نعرفوا على مدغشقر كبلاد وكذلك على منتخب مدغشقر في الفيديو. مثل منتخب مدغشقر مفاجأة كأس أفريقيا للأمم مصر 2019 بوصوله للدور ربع النهائي في أول مشاركة له في الكان وبفوزه على عملاق القارة المنتخب النيجيري في المجموعات وإزاحته كذلك للفهود الكونغولية في الدور الثمن النهائي. الشيء اللي خلى العالم الكل يحكي على المنتخب المصنف 108 عالميا في ترتيب الفيفا واللي مثل فخر لسكان البلاد اللي يتفرقوا على مجموعة جزر. منتخب مدغشقر قدم في الكان الحالية مستوى كروي رائع رغم عدم امتلاكه لنجوم كبار بالإضافة لافتقار المدرب الفرنسي نيكولا ديبوي الخبرة كبيرة برشا سواء كلاعب أو كذلك كمدرب. لكن استمرارية الاتحاد الملقاشي في العمل مع المدرب هذا منذ سنة 2017 وطموح ملاعبيته وخصوصا مهاجم نادي العدالة السعودي أندريا قائد الفريق اللي عنده أيضا الجنسية الجزائرية وسجل زوز أهداف في الكان الحالية خليه يكون لحد الآن مفاجأة بطولة أفريقيا مصر 2019. المدرب الفرنسي خذ الكارت بلانش من الاتحاد الملقاشي أيضا باش ينجم يكون مجموعة جديدة من الملاعبية أغلبهم من ذوي الجنسية المزدوجة الفرنسية والملقاشية كما لاعب أولمبيك ليون المخضرم جيريمي موريل اللي أعلن رغبته في تقام زي منتخب بلاد والده مباشرة بعد التأهل التاريخي لأول مرة للكان. من مميزات لعب المنتخب الملقاشي أنه يتفادى لعب الكرات العرضية ويلقى صعوبات مع الكرات الثابتة في الدفاع بسبب صغر حجم لاعبيه متاعه، لكنه منتخب عنده سرعة وفنيات كبيرة وملاعبيته يحفقوا التصويب من بعيد. وأكيد حضور الرئيس أندريا راجولينا ما نجم كان يكون دفع كبير لمنتخب البارية وتعود أصل تسمية هذه لحيوان البارية وهو نوع من الجواميس الموجودة بكثافة في مدغشقر. منتخبنا الوطني سبق له لعب في زوز مناسبات مع مدغشقر كان هذا في تصفيات مونديال كوريا واليابان 2002. منتخبنا فاز في الذهاب 1-0 كان هذا سنة 2000 وفاز أيضا في مدغشقر في الإياب 2-0. أسس اتحاد مدغشقر لكرة قدم عام 1961 انضم للفيفا 3 سنين بعد تحديدا في عام 1964. التصنيف الحالي موجود في المرتبة 108 عالميا و24 افريقيا. افضل تصنيف سابق وصل له هو المركز 74 كان في ديسمبر 92 واسوأ تصنيف كان وصل له في مارس 2014 وكان وقتها المركز 190 عالميا. وفي طريق النهائيات كان مصر احتل المركز الثاني بالمجموعة الاولى في التصنيف. دونك كما حكينا في الفيتي منتخب مدغشقر ملاعبيته يلقى صعوبات كبيره في الليبراليتي في الدفاع بسبب كما صغار حجم الملاعبيه نتاعو مورفولوجي نتاعهم ماهيش كبيره برشا كيف يتفاداو حتى هما التوزيعات العرضيه والليبراليتي ما يلعبوهمش بصفه طويله. شنو تضيف وليد على منتخب مدغشقر فنيا؟ فنيا والله معناتها البلون جو نتاعهم ظاهرين معناتها عندهم دي بوان فور قاعدين يستغلوا فيهم اللي هما معناها لي جور رابيد نتاعهم تكنيك معناتها عندهم دي جور معناتها يشوتوا من بعيد معناتها يفكسي ويشوت ديجا تشوف البونتو اللي تمرك هذاك بالبي غوش معناها نتاع صحيت يشوتوا مليح يشوتوا معناتها التونت فوالا يجربوا ما يتقلقوش معناها يجرب من الفام الترونت معناتها يعملوا معناتها محاولات و بارفوا معناها نجم يكونوا معناتها محظوظين زاد خاطر الفرق دو برا ومش ديما معناتها كاليتي بركة نجم تكون كرة ديفي اما المفيد قاعدين يحاولوا سينو بالنسبه للبالاريتي النقطه هذه احنا تنجم تفيدنا معناها خاطر احنا معناها خير منهم سو لو بلون ايريان معناها كي دون لونسومبل ملاعبيتنا والملاعبيه نتاعهم دونك نقطه نجمو نلعبوا عليها وعلاش لا نشوفوا هدف نسجلوا على سور بالاريتي كوفرون اكسونتري ولا كورنير. شفنا خنيسي معناها كي قص برومي بوتو مش بالضروره تكون عندك قامه طويله راهو بالسجل دونك ياسين بال 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 البوزيسيونمون نتاعو كي يمشي برومي بوتو ينجم معناتها يخلق برشا مشاكل للفريق هذا. خالد منتخب مدغشقر يلعب البلوك با واحنا لقينا صعوبات مع المنتخبات اللي لعبت لنا بلوك با كيفاش نجموا فنيا نتغلبوا على النقطه هذه ونلقاو الحلول في المقابله مع مدغشقر؟ هو الشيء اللي هنا يمكن العمل نتاع المهاجمين انه يمنعوا الرولانس ويمنعوا المدافعين المراو والسباس اللي في ظهر المدافعين نتاعنا
رناهم في المقابلة الأولى كيفاش سجلوا على كرة طويلة وعندهم لاعبين فنيين قدام وعندهم السرعة. نفس الشيء احنا ماتش موريتانيا سورتو حسب ما نذكر الشوط الاولاني لقينا برشا صعوبات ضد اللاعبين السريعين نتاع موريتانيا وكانوا نجموا يسجلوا لنا اهداف. دونك اهم شيء غدوه ان شاء الله انه ما نمنعوا الرولانس انها تكون يعني بسلاسه ورابيد خاطر الملاعبيه نتاع مدغشقر الحقيقه حتى المدافعين ريتهم يعني دي بون جوار اللي ما يطيشوش الكوره يعني ديما ا ديستيناسيون اللاعب وسط الميدان كيف كيف دي جوار تكنيك ماهمش خايبين للمهاجمين دي جوار فيفاس قصار في القامه لكن على الخمسة متر ينجموا يغلبوا اي كان. دونك لازم مسورس تحاول باش تقص الهجمه نتاعهم. هذا اكيد الاطار الفني نتاعنا باش يعمل اللازم لهنا من ناحيه الفيزيوناج ممكن بار بلوك ولا حتى انديفيديوالمون خاطر في المستوى هذوما في المستوى هذا تدخل حتى للديتاي بروفونديمون وتاخذ حتى شوف الملاعبيه نتاعهم كل واحد والخاصيه نتاعو باش نجم تخرج من ماتش. ناكد لك المش يكون سهل خاطر المنتخب هذايا بصراحه راه ورا حاجات باهين برشا في كل كومبارتيمون زاد. قبل ما نجيك يا سي عبد الباقي نذكر نتيجه منتخب نيجيريا ومنتخب جنوب افريقيا 1-1 حاليا في الدقيقه 86 من المقابله. المقابله ما زالت مفتوحه على كل الاحتمالات. مدغشقر كما تابعنا في فيتير سي عبد الباقي مجموعه جزر وفما حتى خلافات بين سكانها لكن اليوم الناس الكل متوحدين خلف المنتخب هذا. هذا دور الكره حكينا عليها اكثر من مره اني الكره راهي تنجم تجمع الناس. يعني الكره راهي ساعات تنجم تحلك مشاكلك الاقتصاديه والسياسيه اصلا اذا كان نعرفوا كيفاش نوظفوها وكيفاش نستثمروها في الاتجاه الايجابي. انت ريت نهار ماتش تونس وغانا رغم انه ماتش دو كاليفيكاسيون معناها ما هزينا شيء ما زلنا شيء وريت انه الشوارع تعبيت وخرجت الكراهب وخرجت الدربوات وخرجت معناها والناس معناها فرحه عارمه تقول هزينا الكوب دافريك سي فهمتني. معناها التأثير نتاع الكرة لولا هذا الحجم الكبير برشا والمؤثر برشا نتاع كرة القدم ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة تتحرك بطم طميمها من أجل أنه تستثمر في كرة القدم. وهذا شيء قاعدين نشوفه فيه. معناها تتفكر قلناها المرة الأخرى ونعاودها معناها ترامب معناها عمل دي ديكلاراسيون على الكرة على الفوتبول وهدد معناها البلدان التي لا تصوت لامريكا في الكوب دي موند انه راهو مش يكون عندنا معكم حساب. معناها هذا كله علاش يعمل في هذا ترامب؟ خاطره مغروب بالفوتبول هو مش مغروب بالفوت مغروب بالكاتش فهمت؟ ولكن لانه امريكا بكلها فاقت خاطر وقت اللي عملت امريكا الكوب دي موند 94 عامتها وسونو لي سونداج اللي تعملوا في الولايات المتحده فقط 12% من الشعب الامريكي على باله بالكوب دي موند في امريكا فقط 12% معناها 88% ما على بالهمش باللي ثم كوب دي موند في السوكيفي تجربه 94 ما عطاتش الثمره اللي حشتهم بها الامريكان وكذا قعدوا باقي شادين. كان تفكروا عام 94 طارق يتفكر بارمي لي ديمونستراسيون اللي عملوهم الامريكان باش يبينوا انه احنا نجموا الكره هذه نطوروها بشكل كبير جاوا في ماتش من الماتشات طيحوا البار حطوا بار مهسس ضربت فيه كره تحت الكاج كلها تحت ودخلت اون ايكيب كامله طف نحات الكاج هذا وحطت في ظرف تقريبا 3 دقائق شبينوا شوفوا رحنا نجموا نعملوا برشا حاجات احنا في الفوتبول وكذا وتحدثت عليها الصحافه العالميه انه العمليه هذيك كانت في فبركه معناها عملوها بالعاني معناها انه حطوا سيناريو باش كاج يتيح باش هما يدخلوا يوريو كيسكو بو اجوتي. اخر شيء زادوه لنا للفوتبول الفار اللي هي من اليات الفوتبول امريكا هكا اللي تلعب كالرجبي كان عرفتوا الفوتبول اللعبه الشعبيه الاولى في امريكا اللعبه الشعبيه في الولايات المتحده. اللعبه هذيك انا كنت في الولايات المتحده في الثمانينات من بين 80 و82 وقت مشيت غادي لقيت اللعبه هذه لقيتها بالفار معناها ثم تقريبا 6 اربيتروات في الساحه واربيتروات في الفار وكل اكسيون يرجع لاربيتر الفار باش يثبت في الواحد وكل شيء. توا الفار يقتحم مجال تحس انه الولايات المتحده تحب الفوتبول هذا اللي قالب العالم الكل انا نجم نستعمله كاوتي كسلاح باش نزيد نواصل ونقوي سيطرتي على العالم ودخلوا في عداءات ودخلوا الخليج في بعضه
الناس واكلة بعضها في الخليج تو على كوب دي موند مشات من غادي ومشاش من غادي وما مشاش لامريكا وكذا واحد وفكوها الكوب دي موند المره هذه وعرب تصوت ضد المغرب شفت التوظيف معناها قداش التوظيف معناها شرير جدا بعد ما يكون على المستطيل الاخضر الكوره معناها خير بالنسبه ليهم هذيك اخر حال اخر حاجه بالنسبه لينا في بعد على المستطيل الاخضر تو نتفاهموا اما استثمار اللعبه هذه كلعبه تشد العالم معناها وقت تقولوا كوره الناس كلها تتفرج في الكوره فهمت اللي الامريكان ماشيين وما يقتنعوا به اكثر وماشيين بني يقتنعوا انه الفوتبول نتاعهم اللي ما نجموش يصدروه كالفوتبول الامريكان ما تصدرش للعالم وكذا يلزمنا بطريقه اخرى تو في الرياضه ندخلوا وشافوا انه حتى على مستوى الالعاب الاولمبيه وميداليات الالعاب الاولمبيه تاثير 100 ميداليه اولمبيه ماهوش كيما تاثير ايكيب دو فوتبول تهز الكوب دي موند فهمت وبالتالي حبوا وهنا هنا تظهر قيمه معناها كره القدم نرجعوا لمدغشقر تنجم تكون الله لا يقدر نجاح منتخب الملغاشي معناها في الكوب دافريكا هذه يجم يوحد بلاد فهمت يجم فهمت وهذاك علاش تشوف في رئيس دوله ياخذ طياره خاصه ويجي يهبط باش يتفرج في الكيب ناسيونال هذا سؤال تاع قدوم رئيس البلاد يجم يكون حافز لملاعبيتو يقينا شنو حافز لملاعبيتو حافز لملاعبيتو وحافز غير ملاعبيتو خاطر نورمالمون واجب الحياد راهو على احمد الاحمد ما كانش ينجم يكون موجود بجنب الرئيس في التهنئه اللي راهو فيها تحب ولا تكره انت نجم نشوف رئيسنا في الليتور الجايين شوف انا جايك نجم ولكن انا اولا وبالذات اليوم احمد الاحمد هو رئيس الاتحاد الافريقي بلادك على عيني وراسي ولكن التعبير على الفرح انت محمول على الحياد محمول على انه لي ديزينياسيون يكونوا بعاد عليك محمول على انك تحافظ على لعبه شفافه ومحايده ولكن بلادك في كومبيتيسيون مع ناس اخرين انتخبوك باش يخليوك رئيس الاتحاد الافريقي. الشيء اللي التزم به عيسى حياته سمحني هنا صح. عمرنا ما روشي رينا عيسى حياته في ماتش كامرون يتصرف باللحيه ديالي. وبالتالي وجودك مع رئيس الدوله بجنب تعانقوا تشاركوا الفرحه انا كمتفرج عادي شنو النجم نفهمها فما بالك انا كتونسي غدا باش تلعب انت ضدي متوش بالعربيه باش نبدا نعيط حضور الرئيس اكثر من مباراه كره قدم لانه تحب ولا تكره بارونتيز صغيره حتى في الانظمه الكليانيه القديمه الاستبداديه كره القدم كانت المتنفس الرياضه هي المتنفس على ديمقراطيه الشعوب كي تجي اليوم تلقاه في اللويتيام رد بالك في اللويتيام خذ الطياره وجاي معاه 500 متفرج رئيس الملقاشي غدوه جاي معاه 1000 مجانا بدعم من الدوله باش يكونوا موجودين دونك هما فاهمين الفينومين نتاع الكره وين ينجم يهزنا كيما نحن في تونس فاهمين فينومين الكره وين ينجم يهزنا الشان 2011 الثوره في تنبوكا والناس تبوس وتعنق في بعضها وكوفر فور الفينال لعبناه في كوفر فور قوي محلوله في تونس 2011 التاريخ مش بعيد برش اليوم انت في اللاويتيام شوف كيفاش ديسكور تقلب جمله اللي كنا ما نحبوش ورينا نحبوه راهي غنيه الملاعبيه كيراتين وما نجم روحين ما يجي اعتباطيه هي من الواقع التونسي انت راك تندرت بيا انا حبيت نقول لك راني موجود راني ولدك راني متاعك راني تابعك في الاخر رانا مع بعضنا ديكو السياسه في تنبك الرياضه والرياضه في تنبك السياسه بعيد على الشعارات اللي تفصلهم حضوره مؤثر يقينا ومش باش يعمل ضغط كبير على الملاعبيه لانه هما داخلين في الربح خارجين من الخساره لكن اعتقادي هذا كله في شيره وقت اللي يزفر الاربيتر وقت اللي تبدا المباراه راهي كوره اخرى وملعب اخر يحضر رئيس دوله يحضر رئيس الامم المتحده يحضر شكون اللي باش يحضر وقت اللي باش تحط كوره في الفيليه صحيحه من 30 ما ينجم ينحيها لك حتى واحد وقت اللي باش الدوميني المباراه في 10 دقائق تحط البونتو الاول في 30 دقيقه تحط البونتو الثاني راه ما ينحي لك حتى واحد الاستحقاق نتاعك. شخصيتك المفضله سي عبد الباقي في الكان هذه شكون؟ اه اكثر واحد حكيت عليه اكثر واحد حكيت عليه ولا شخصيتي المفضله؟ الزوز مو شخصيتي مش هو شخصيه مش مفضله بالنسبه لي فهمت هو اللي تقصد احمد مو؟ احمد على ذلك اخترنا اليوم في بوتريك عام باش يكون احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. أحمد من مواليد ديسمبر 1959 هو سياسي ورياضي سابق من مدغشقر تولى رئاسة الاتحاد الملقاشي مرتين بداية من عام 2003 وتولى منصب وزير الرياضة في بلاده منذ مارس 2017 يشغل أحمد منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خلفا للمثير للجدل عيسى حياته اللي شغل المنصب منذ عام 1988 كان هذا في الانتخابات اللي صارت نهار 16 مارس 2017
توقع الناس الكل انه الكافي عهد احمد احمد باش يعرف نقله نوعيه وتغيير جذري في اداره المؤسسه، خاصه في خصوص محاربه الفساد والتحكيم. مشاكل عانت منها القاره على مساوي كره القدم طيله عقود من الزمن، عمين على راس الكاف وصراع مع الفساد مازال ما تحسمش في عهد احمد. دونك منتخب مدغشقر اول مره سي عبد الباقي في الكرن، اكيد انت اكثر واحد مؤهل باش تحكي على احمد احمد وبالصدفه والزمن مع وجود احمد احمد رئيس للكاف. شوف بكري حكينا احنا على الانترنور بتاع مدغشقر وما خلطش، بينما الملاعبي راهو اللي كان معاه في الندوه الصحفيه ظهر لي اندريا بيدو هذاك تحدث على الراحه اللي يحسوا بها الملاعبيه في وجود رئيس كاف من بلاده. فالنادو الصحفي تحدث في الديكلاراسيون وتعديت اليوم في الراديوات، قال انه وجود احمد احمد في رئاسه الكاف يعاوننا برشا، يعاونهم كيفاش يعاونهم نفسانيا ولا واحد الله اعلم، فهمت. الـ 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 انا ما السيد هذا معناه ما عنديش معاها مشكل خاص، باش معناه اذا كانت تكلمت كلام معين تكلمت كلام مبني على معطيات تاريخيه. تو الناس كل بما في ذلك التوانسة، وأنا قلتها من اللي تنحى عيسى حياته، قلت باش يجي نهار يا توانسة وتندموا على عيسى حياته وتهم العيسى حياته بأشنع ما ثم. أولا كان تشوف باركور الكامرون في وقت عيسى حياته والفرق الكامرونية في وقت عيسى حياته، قال لي الكامرون من أقوى المنتخبات في وقته هو الإفريقية، ولكن سامحني باش نقص عليه. أيوة. صار إشكال تقني في الفيديو ما تعديش، نعاود ونشوفوه بعد نرجع لك تكمل الكلام تاعك. أحمد أحمد من مواليد ديسمبر 1959، هو سياسي ورياضي سابق من مدغشقر، تولى رئاسة الاتحاد الملقاشي مرتين بداية من عام 2003 وتولى منصب وزير الرياضة في بلاده. منذ مارس 2017 يشغل أحمد أحمد منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خلفا للمثير للجدل عيسى حياته اللي شغل المنصب منذ عام 1988، كان هذا في الانتخابات اللي صارت نهار 16 مارس 2017. توقع الناس الكل أنه الكاف عهد أحمد أحمد باش يعرف نقلة نوعية وتغيير جذري في إدارة المؤسسة، خاصة في خصوص محاربة الفساد والتحكيم. مشاكل عانت منها القارة على مساوي كرة القدم طيلة عقود من الزمن، عمين على راس الكاف وصراع مع الفساد مازال ما تحسمش في عهد أحمد أحمد، والبعض اعتبر أنه الفساد زادت فشة ولعبة الكواليس وأروقة الكاف زادت كبرت مقارنة بقبل، وأصبح صراع الكواليس صراع علني، وهذا خاصة بعد ما صار مؤخرا من أحداث في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية من الفار إلى سحب اللقب من الترجي وإعادة المباراة. قرار كما هكا عمل جدل كبير برشا على الصحف العالمية اللي اعتبرت الكاف مازال ما تحررش من كابوس الفساد بل انه الضعف. علاقات ومصالح كبيرة مع نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لكجع وإيقافات في باريس بسبب شبهات فساد خلت رئيس الفيفا جاني إيفانتينو يتدخل ويرفع الحصانة المعنوية على أحمد أحمد ويصرح علنا أنه وضع الكرة الإفريقية مخيف لما قاعد يحدث من تخبط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتهامات اللي قاعدة تلحق في رئيس المالقاشي أحمد أحمد، وكذلك خاصة ما جرى في مواجهة إياب دوري أبطال إفريقيا ما بين الترجي والوداد. إضافة لذلك خدم أحمد أحمد بلاده من خلال إنشاء استراتيجية عمل على مستوى بعيد يجني حاليا ثمار متاحة، وهذا من خلال تأهل لأول مرة منتخب مدغشقر لنهائيات الكان وصوله لدور الربع النهائي ومواجهة منتخبنا الوطني التونسي. هاي سي عبد الباقي نفسح لك المجال تكمل تواصل على صديقك المفضل. نواصل معنا صديقي المفضل. السيد هذا كنت نحكي قلنا ان برشا عباد فرحت كي جاوا في تونس وكذا وقالوا عيسى حياته، قلت انه نرجع لعيسى حياته على مستوى تاثيره على النتائج، انه منتخب الكامرون يظهر لي ما قعدش كل عام هو يسفل كوب دافريك ولا واحد وكل شيء، وعرف كبوات وعرف كذا واحد في عز الانديه الكامرونيه بيدها تكاد تقريبا ما زاد شيء وقت، وبالتالي كان عيسى حياته مترفع على الحكاية هذه كبير عليها، حتى كانوا يلعب في الكبير ما يلعبش خذ لي اربيتر وحط لي اربيتر وريق فارغ تحكي فيه العباد نتاع ما نعرف شنو عيسى حياته يحط في الاربيتروات ويعملوا فساد. شنو الفساد اللي عندنا على عيسى حياته؟ شنو
معناها آخر شيء القضية الوحيدة اللي قاعدت معناها قائمة هي قضية حقوق النقل التلفزي اللي أثرته ضده شركة مصرية. وتوا عيسى حياته مبنك على البي سي في داره لابس عليه وما عنده حتى كونديسيون. ذكرت نقصيرة ذرينا منه برشا تراجل ذرينا منه فيش. السي اس اس مع كوفيكو جا ضربت في نهائي 2006 يا ولدي كوفيكو جا مش عيسى حياته راهو عيسى حياته لا ينزل إلى هذا المستوى. ريت عيسى حياته نهار في الطيران كما شفنا هذايا في الطيران يحكي مع الأربيتر. عيسى حياته شادت برجه العاجي كرئيس ثم فساد في مستوى الليجين موجود. وسواء في تقاه في لجان محلية وفي لجان قارية وفي لجان دولي في مستوى اللجان تقولي في مستوى لجان التحكيم وكذا يجب يكون ثم بيع وشراء وكذا واحد ثم يا أخوي. أما راهو رئيس الكاف لا ينزل إلى رئيس الكاف تقول له أربيتر عمله يقول لك أعطيني دوسي تعطيه دوسي لتريت له دوسي وإذا كان يلقى حاجة ثابتة يأخذ قراره. أما أنك تقول له الأربيتر ذرني راهو مشري تحبوا يتبعك ويمشي معاك في حل في ملف على حكاية كي من هذه. عيسى حياته راهو كان يلعب مع رؤساء الدول كان في مستوى اخر معنا ما يهبطش المستوى الكاريكاتوري اللي يحكي عليه الشارع التونسي. والدليل كما قلت لك بلاده ما استفادتش منه خي اذا كان مش يفيد هو يفيد كوتون سبور بلاده اللي تولد فيها شازه في عيسى حياته هاي شاركت في قداش كوب دافريك كاف وتشامبيونز ليغ وكذا شاز حتى شيء ما اذا كان ينفع ينفعها هو. وبالتالي هذه لا بروف وقت تنحى بلاتير شكون كمل المونديال تاع بلاتير على المستوى العالمي كمل عيسى حياته. كان جا هو بالرشوه هذه وبالفساد هذه يجيو على مستوى دولي ونعطيو فيه ثقه في رئاسه فيفا ما يصيرش. عيسى حياته كان ضحيه لوبيات معينه طارق يعرف الدوسي مليح في مستوى افريقيا جابوا السيد هذا اللي هو مرشح نتاع انفانتينو لانه انفانتينو بيدو ثم شكون جابوا واللعبه راهي كيما قلت لك عندها ابعاد اكثر من رياضيه فهمت على اساس انه هذا سيتون ماريونيت اللي نجم نخدموا به كما نحبوا ولكن يبدو انه عصا وتمرد في بعض الاشياء فهمت وانه متغشين عليه توا حتى في مستوى الفيفا ومش عاجبتهم برشا حاجات من يعملوا. ثم تشوف مستوى التحرك نتاعو كما قلت لك السنسان يهبط اللوط يحكي مع الاربيتروات انسان قاعد في كرسي ويكون كونكتي يتفرج في ماتش كونكتي اليوم حتى من باب الاحترام انت مشيت تفرجنا في البناء والسنغال راهو البناء منتخب يستحق كل تقدير على اللي عملوا في الكان والسنغال راهي السنغال وانت مكونكتي انسان كذا ويقوم يعيط معناه ما يجمش يكون رئيس كاف. ثم انا اعرف هذا الشخص ولا ما كان في الاتحاد الملغاشي واعرف وزنه في الكاف شنو هذه كما قلت لك لا معناها بديل جبناه باش نضربوا به عيسى بعد يعمل الله وكما كان يقول لي طارق توا نوف قال لي نورمال ما يزيدش بعد معنا لعبوا به المرحله اللي حشتهم بها بعد اور افريقيا في حاجه لشكون؟ افريقيا في حاجه لاستراتيج في حاجه الانسان عنده بعد نظر. احنا توا السنين الاخرى علاش نحكيو اخويا؟ نحكيو عن نهضه الكره الافريقيه في البلدان هذه اللي قاعده تظهر البناء والمدغشقر توا وغيره وغيره سيكراسا كي هي المونديال تاع عيسى حياته اللي تعدات وقت عيسى حياته الكل وعيسى حياته كان يضرب بالبنيه سواء رايه صحيح ولا غلط اتفق معه اتفقش كان يضرب بالبنيه على المسرحه الافريقيه مع ليزوروبيا ليزوروبيا قداش عندهم يحاولوا باش يهزوا الكاف للصيف قداش عندهم يحاولوا يقول لهم عيسى حياته مصلحتنا لا تقتضي ذلك مصلحتنا اني نلعب في الشتاء وشد صحيح ودافع على الملف هذا وشد صحيح في انه لي برو افريكان الموجودين في اوروبا يجيوا في الكان ويلعبوا سينو يتعاقبوا حسب ما تقر اللوائح والقوانين لي بروغرام دو بروموسيون سامحني طولت بروموسيون دو فوتبول برامج تنميه كره القدم في افريقيا توزيع دوره الكان على البلدان الافريقيه بما فيها البلدان اللي ما عندهاش تقاليد كره قدم تلعبت في غينيا بيساو تلعبت في الغابون النهضه اللي شهدتها في مستوى الانفراستركتور وقت نظمت كاس افريقيا حاجه تدوخ هذا شكون عمله الكل هذه اول حاجه عملها جال الكاميرون قاها مخنوقه في الاستعداد للكوب دا فكر الكوب دا افريقيا وعطاها لمصر ما لقاش حل اخر واضح بينما عيسى حياته كان يخلق لك الحلول ويجيب لك التمويلات ويجيب لك الاعانات ويدز ويلز معاك باش تكون انت اجور في الكان نتاعك هذايا علاش لا مجال للمقارنه كيف نقارنوا بين عيسى حياته وهذايا وهذايا اسمه وهذايا وحتى لسه ما قالوش سموه معنا باللقب نتاعه معناها معناها المقارنه تنقص من قيمه عيسى حياته ماتو هذاك كوميم غدوة شكون موجود الفار وكيف حكم الفيديو هو فرنساوي حاجة لازم تخلينا مطمئنين شوية إيه لازمنا نكونوا مطمئنين شوف التأثير بالأساس نحكيو فيه نحن
عاود نقول لك راهو مباراة مشاهدة، ملايين العالم يشوفوها، البول كبير اللي اسمه الفيفا قاعدة تراقب مغادي، سيوم تراقب، الناخبين اللي عطاوا الأصوات زادة الأحمد الأحمد موجودين، تونس زادة نحن مانيش خصيصين راهو ما نحقلوش رواحنا وراهو قادرين أنه مش ندافع على رواحنا ونجحنا في ملفاتنا الإدارية كل ما تعلق الأمر باسم تونس وعنا سوابق في النجاحات هذية. ديكو أنا نعاود نقول الكرة كي تبمبي في التيران ما نتصورش انه ينجم يصير الديباسمون الكبير اللي نحكيو فيه، خاطر نحن زاد راهو اسمنا تونس وعندنا رجال موجوده ورجال الدافع ورجال تخدم. ثم شويه بدات البروفوكاسيون كي تسمع البارح مثلا لوتيل اللي خذيناه، النزل اللي خذيناه في القاهره اللي وفرتونا الكاف ما كانش نزل مناسب، هذاك علاش بعثه الاداريه تصرفت ومشات تنقلت النزل اخر الاقرب لمكان التمرين والاقرب للملعب بوريفيتي لومبوتياج ينجم يكون موجود. هذا داخل في مالوريزمون تر جيومي قواعد اللعبه الافريقيه، خالد سافر ويعرف شنو اللي موجود حتى في اعلى مستوى، لكن التاثير نتاع انه حكم باش ينحي لك هدف محقق ولا باش يعطيك ضربه جزاء خياليه وهميه مش في الانكاردو فينال ومش مع تونس، هذا على الاقل اليوم نحكيو فيه. ما نتصورش انه نجمو نرجعوا 20 سنه و30 سنه لمبدا الغوره اللي كان موجود واللي صار. اليوم زاد نحن لازم نغزر رواحنا مرتبه كبيره ونحط رواحنا في القدر اللي نستحقوه، ويقينا بعيد على هذا الكل تكنيكمون كما كانوا يحكيوا الاولاد مدغشقر اون بون ايكيب، ما يظهر لي خالد ويظهر لي زاد ليشري ماهيش ليكيب اللي تنجم تقلقنا. يعني نحن كي نحطوا الكره نتاعنا ونلعبوا الكره نتاعنا مهما كانت كيفاش باش تكون وكيفاش باش تدخل وموتيفي وتغزر للدومي فينال ويتفرج فيها رئيس ويتفرج فيها احمد الاحمد، اعتقادي انه كرويا نجموا نعديوها. هذاك علاش قلت لك الكره وقت اللي تبمبي ما عادش يحكم فيها حد، يحكم فيها كان الملاعبيه والمدرب اللي قاعد على البنك. وحاجه اخرى زيد حاجه اخرى، مش مصلحتهم لا احمد احمد لا للكاب انه ناس تتفرج وفوق لك حاجه، دونك باش تولي وقتها ديجا هما ناس تغزر لهم. لا ما تنجمش تسرق وانت عليك 200,000 كاميرا. جوست لا وانت ديجا ناس تغزر لك، انت رئيس الكاب وهذا المنتخب نتاعك يلعب ورئيس الدوله موجود وبزيد، دونك انا نستبعد الحكايه هذه. لكن في الكوره راه توتي بوسيبل، تنجم تستفاد من حاجه، اما لو بلوز امبورتون اللي احنا نلعبوا لعبنا اللي احنا ما نخموش ياسر، خاطر الاكسترا سبورتيف كان دخلوا المخ الملاعبي يولي على الاقل حاجه يسيب الكره ويتلهى لك بالاكسترا سبورتيف، تضيع الكونسنتراسيون يستغل المنافسه نتاعك تلقى روحك لبرا وحقني من بعد ان شاء الله قدر الله ما يصيرش، قول يحقني قعدت في الماتش وهذه حاجه فهمت. هذا المهم في الموضوع الكل انه ساعه حاجه ما نخموش فيها، ولو كان صارت ما لازمش نفقدوا التركيز نتاعنا. هذا تري امبورتون. نجي معاك وليد، لكن منتخب مدغشقر مش كان احمد حتى هو ده ولا حاجه باهين الملاعبيه نتاعو في الكان هذه، فازوا على نيجيريا كيف تاهلوا على حساب الكونغو بعد 120 دقيقه، كومين منتخب محترم معناتها ما لازمش ندخلوا برشا في لعبه الكواليس ولا مش هذه. اي قلت ان بوني كيب تو معناتها المتر قال ما تنجمش تقلقنا، معناها انا معناتها الحقيقه ما نشاطركش برشا خاطر تنجم تقلقنا لكن ما تنجمش تفوز علينا. هذا هو اما القلق فريق هكا والا يشبه الفريق هذا اي فريق بالمواصفات هذه نجم يقلق، معناها اي فريق حتى مش كان المنتخب التونسي حتى المنتخبات الاخرين القويه الموجوده نجم يخلق لهم مشاكل صغيره. انا حسب رايي حكايه رئيس الكاف احمد احمد والا الفار وليزاربيتر وكذا، لازم هذا موضوع لازم اللاعبين نتاعنا ما يركزوش معاه، لازم يتجاوزوه، على خاطر انا كي شفت المقابله الاخرى اللي لعبتها ضد الكونغو فما كي معناتها بينالتي نو سيفلي ولا دو بينالتي، فما زوج بينالتيات ما فيهمش نقاش فوالا، فما اما احنا ما لازمناش ياسر معناها نقعدوا نخموا فيك النقطه هذيك خاطر اللاعبين نتاعنا ممكن يتاثروا شويه، سينو ربحوا بار بينالتي كي وصلوا البينالتي ديجا معناها فما 50% عندهم شانس باش يترشحوا كيما ما يترشحوش، معناها كيما قال خالد ياسر معناها الاضواء الكل محطوطه على المقابله ذي، الناس الكل تتفرج، دونك مستحيل باش تصير حاجات معناها فلاغرونت ولا ما انا ما نتوقعش، وديما نعاود نقول كي المنتخب نتاعنا راه هو اللي شوف احنا بيدينا كل شيء، الحل والربط بيدين المنتخب نتاعنا، يهبط معناها يد واحده وكل جرينتا والقليب اللي شفناه مع اخويا يكونوا متماسكين سو لو بلون تكتيك ونحاولوا معناتها من يلزمك تخلص كاش راهو مع فرقه كي سورتو تبدا اقل منك في النيفو ما لازمكش ترحمهم، معناها لازمك تقتل الماتش ماذا بيك في اقرب وقت ممكن.
تحب تضيف حاجه سي عبد الباقي في 30 ثانيه في 30 ثانيه ملاحظه على الحكايه انا معاهم ما يلزمناش نحطوا الضغط هذا ما نقولوش الكذا وانه اما راه ما تقوليش انه لا ودومي فينال وان كارت فينال ما يخافوش والحكم اللي تعين لنا اربيتر صناعي وانه يخسرك الماتش راه مش يزفر لكش بينالتي ولا ينحي لك بوطو لا في وسط الماتش في وسط الماتش ما يخليكش تلعب الاربيتر ويكون كيما قلت لك صناعي كيما تحط لنا نتاع غدوه هذا ما يخليكش يتكور ما يخليكش تمشي ما يخليكش يهريك بالوراق الصفر الكامروني اليوم ما يهريك بالوراق الصفر يخسرك الماتش يخسرك في الماتش معناها الاحتمال هذا نتاع كذا انا واحد من الناس خايف منه اكثر من 100 من مدغشقر ان شاء الله ان شاء الله عليك سي عبد الباقي ما لازمش نخرجوا من الكونسنتراسيون متفاهمين متفاهمين نجم حتى نجم حتى اربيتر الجاي ماشي في نجم بروفوكي متفاهمين كان طيح في البياج نتاع الاوراق باغ اكزومبل تاخذ دو كارتون تخرج نلعبوا ناقصين وقتها متفاهمين متفاهمين انا الكونسنتراسيون معاك انا انه ما لازمناش نطيحوا اما مانيش معاك في انه ما يعملوش في الانكار فينا لا يعملوا اكثر من هكا وارد دونك مهم جدا كما كان يحكي خالد ان نبقاو مركزين على منتخبنا خاطر اذا كان نكونوا في النهار ما نجمش على منتخب مدغشقر ولا حتى غيره يقف قدامنا غدوه ان شاء الله نحكيو شويه على منتخبنا عملنا كما كل العاده ليله كل مقابله التشكيلات نتاع المحللين نتاعنا البدايه مع وليد الهيش اللي اختار يحافظ على نفس تشكيله مقابله تونس وغان صحيح والله معناتها مشيت بال بالقاعده نتاع اون شونج با اون ايكيب كي غاني الحقيقه بالنسبه للفريق هذايا والشيما هذايا نجح به معناها فريق المنتخب نتاعنا نجح به بنسبه باهيه علاش حافظت على فما ملاعبيه يقول قايل معناها ما كانوش في المستوى نتاعهم العادي كما مثلا انيس البدري اللي الحقيقه الملاعب هذايا انا نحبه برشا ونعرف اللي عنده بوتنسيال ونجم يفيد المنتخب وكشفت معناتها في الاسبيرونس عمل موسم كبير لكن في الكان هذايا معناتها ما شفناش انيس على العاده انا علاش ممكن خليته يبدا خاطر قلت المنتخب نتاع مدغشقر معناتها اقل في المستوى من منتخب غانا معناها حتى فيزافي نتاعو مثلا باش يبدا يلعب على شيرتو دون لونسومبل ينجم انيس البدري بوتيتر يعمل معناتها اون ميتون يعمل 60 دقيقة باهين ويدخل معناتها جوار آخر ان سون نوفو شفت لونتري نتاع الخزري معناها كانت باهية برشا ينجم يخليها حل المدرب كيما ينجم زادا يبدا به وظهر لي معناتها سمعنا ديزيكو اللي ظهر لي باش يبدا بالخزري من الأول يخلي بوتيتر سليتي معناها كورقة على البنك دونك هذه هي بنسبة 90 95% باش تكون التشكيله هذه غدوه ان شاء الله. سي عبد الباقي انت زاد حافظت على نفس التشكيله رغم اللي قبل في حصص الماضي كنت ديما تحكي على بيفو واحد وملاعبيه اوفنسيف. اي هنا بالاستعمال نتاع فرجاني وغيلان يخول لك معناها باش يكون وسط بالشكل هذا فيو قدره غيلان وفرجاني على صنع اللعب وتخريج الكره واللي نفسنا برشا احنا ضد غانا ان الكره ولا تخرج. فرجاني استحفظ بالكدا على الكره في الوسط. كي يوصلها يوصلها نظيفة غايلان هذاك حكاية أخرى فهمت اش كيفي معناها نجم ونلعبوا هذايا بالشكل هذا ولو أني أنا نفضل أنا تريونجل مقلوب نفضل ريجيسور وراه فرجاني وغايلان الشعلاني نمشي أكثر قدام نفضل هكا ولكن مثلا نفضل نجبد لي الصخير يرتاح ماتش شنو المشكل نحط سليتي وفرجاني وغايلان بدلت رايك ولا شنو؟ بدلت رايك في التشكيلة لا كان أنا في نحكي أنا تو التشكيلة عطيتها لك في لو كونتكست الموجود موجوده في ليكيب ناسيونال ليكيب هذه ربحت كما قال غانا عملت ماتش باهي ما ثماش علاش معناها واحد نتصور انه كي يعاودوا ماتش اخر مع بعضهم باش تكون ثم افيكاسيتي اكثر ومعاه في انه نبدا بالبدري مش بالخزري فهمت معناها تقريبا الكلام اللي قال له يجري ما نقعدش نعاود فيه انا كيفاش نحب وذوقي انا وكذا هذيك قضيه اخرى فهمت انا ديما جوبت بور ان ريجيسور معناها كاريمون ريجيسور في الثلاثه يكون موجود بلوس دو ريليور فهمت نمشي لخالد انت بدلت الفرجاني ساسي ودخلت وهبي الخزري ما اقنعكش فرجاني المقابله اللي فاتت ولا كيفاش بالضبط لا مش مقنعنيش مش نحكي كي تبدل سيستم دو جو اوتوماتيكمون باش تبدل واحد من ملاعبيه الوسط باش يخرج على حساب واحد اخر انا ريت حسب رايي نلعب 4 2 3 غيلان وصخير الديفونس هي بيضه خاطر بدينا نحسوا فما ديز اوتوماتيزم يتخلقوا ما بيناتهم في وسط التيران يظهر لي غيلان وصخيري ويظهر لي ريناها ماتش المالي
وعملوا اون بون بريمير ميتون زوز في الكونتكست هذاك اللي صخير يمكن يكون هو اقرب للدفاع وغيلان عنده بلوس دو ليبرتي القدام لان غيلان فيزيكمون يعني ينجم يقوم بالدور انه يكون هو المتقدم ومام تو يعاونك في فك الكره را اللي كي باش تلعب بالسيستم هذا لازم يكون او ميم طون البلوك نتاعنا عالي شويه بارابور لادفيرسير على خاطر كي نحطوا الكات دو تروا نتاعنا تقابل الكات تروا تروا نتاعهم خاطر هما يلعبوا اون سنتينيل اي دو رولايور بالسيستم هذا يكون خزري قدام لو جوار سنتينيل نتاعهم وهكا كيما قلت لك احنا خاطر تشوف حتى نقاط القوه نتاعهم انه يحبوا يلعبوا الكونتر اتاك اللي تخرج من لي ديفونسور دونك يبدا عندك ديجا الاربعه الملاعبيه الفيلين قدامي ومكدرين كل واحد والادفيرسير ديريكت نتاعو تمنع حتى الرولانس باش تكون يا لوسط التيران نتاعهم والا حتى في ظهر المدافعين نتاعنا انيس البدري يظهر لي في لي مومون هذوما في الماتشات هذوما الدور نتاعو انديسبونسابل خاطر ان جوار تكتيك وهو اللي نجم يعمل لك كان يعني يصلح لك حتى اللي جاف تكتيك اللي يصيروا في وسط الماتش بارابور الاسباس الموجود ما بينه هو والخزري ولا ما بين الخزري والخنيسي ونوتامون ما بينه هو صخيري وكشريده يوسف المزاغني يظهر لي في الديسبوزيتيف هذه يكون تريز افيكاس الخنيسي اليوم ما نجموش نتخلاو عليه الملاعبي اللي لازم يكون موجود وقت اللي بدينا تورنوا ممكن غيلان وبعد نحطوا العشره تا ولينا نحطوا الخنيسي وبعد نحطوا العشره. نمشيو لتشكيله الميتا بتاع العليمي واللي حسب المعلومات اللي وصلنا تقريبا 90% باش تكون هي تشكيله باش تهبط غدوه ميتا انت خرجت انيس البدري وهبطت وهبي الخزر. اي شوف انا كما تفرج كان جات تونس عملت اربع ماتشات الكل اونتوي بورتو خير من اللي عملناهم كنت نجم في ماتش كيما هكا وفي تلعب كونتر منتخب مدغشقر تعمل حتى دو شونجمون اباز اوفنسيف اكثر باش تنفس ليكيب مي فيو اللي نحن نلوجوا على رواحنا دونك تحاول تلقى روحك في نفس التشكيله اللي لقات روحها في ماتش غانا دوكو نحافظ عليها كيما هي ونعطي الوهبي الخزري اكثر نفس هجومي هو ويوسف بالطبيعه ياسين موجود غادي ونعطي اكثر توصيات الفرجاني وغيلان باش يتنطروا اكثر على الدوزيام بال وعلى الدوزيام بال برينسيبالمون اي سورتو غيلان على انه باش يكون بلوز افونسي من فرجاني ومن الياس الصخيري ونخلي ورقه البدري موجوده على ميتي خاطر البدري ينجم يكون لك سوليسيون وقت اللي تحب تحافظ على النتيجه وينجم يكون سوليسيون هو سليتي وقت اللي تحب تقلب النتيجه وبالتالي اعتقادي انه هذه اللي نجموا نبداو بها ومع خالد عجبتني دوريان افون نحطوا ياسين ولا وجه العشره اللي معاه نذكر 90% تقريبا طرح كبير ياسين خميس انا احكيو في الكل الا في غيلان بلوس نحطوا غيلان دوريان افون نحطوا ثمانيه من بعد نذكر اللي حسب اخر المعلومات وحسب السيونس دونترينمون الاخيره اليوم المنتخب بهذه التشكيله اللي كانت اللي باش تهبط غدوه ان شاء الله وهاب الخزري باش ياخذ مكان انس البدري بارابور الماتش الاخر اللي كان ضد غانا نبداو لوبريك سانستوبيون في الحصه نتاعنا البدايه مع ايماشكا كان تقريبا زوج تصاور هما عنا اليوم ممكن ممتازين جدا التصويره الاولى من طفله صغيره طلبت المريول نتاع ياسين الخنيسي نشوف فيها في الجمهور اكيد ياسين استجاب للطلب نتاع الطفله هذه وعطاها المريول نتاعو كيف الصوره الثانيه من لاعب ساديو ماني لاعب نجم الكبير منتخب السنغال نجم ليفربول اليوم في المقابله يهبط ويقفل صبات نتاع طفل صغير ظهر لي هنا متر الكره في اسمى معانيها بيان سور كره تخرج على كره تخرج على نتيجه مباراه وتخرج على التواجد بالكاس الافريقيه ولا روحت من دوري المجموعات لي دوز ايماج اللي ريناهم زاد نحطوا اون فالور ليماج نتاع ياسين الخنيسي اوسي بيان كيما سيدو ماني تخرج تولي اللاعب بالايماج نتاع الليدر على المستوى الاجتماعي ماكش مجرد ملاعب تلبس مريول وتحط كره في الفيليه ولا تخرج كره من الفيليه ولا تعمل اري ديسيزيف اليوم وقت لي ياسين يطلع هو وليكيب ناسيونال وملاعبيه ليكيب ناسيونال يطلعوا الباليه اخرى اللي هو نجم اجتماعي صوره اجتماعيه اللي لوجوا عليه اوسي بيان سيدو ماني اللي قاعد يعمل فيه اومينمون حاجه من وراء الخيال وانا نتمنى انه نخلقوا عباد كيما هكا في ديزيماج يخرجوا على مريول الملاعبي ولا المدرب ولا المحلل ويدخل في مريول
ليماج نتاع لي دور على مستوى اجتماعي على مستوى تضامني على مستوى اكبر برشا من ليماج نتاع مدرب او لاعب او محرر. من ايماج كان نمشي ونعمل طلع شنو هبطوا ملاعبيتنا اليوم على انستغرام في انستكا. زوز صور اليوم في انستكان، الصوره الاولى باش تكون اللاعب منتخب الوطن التونسي معز بن شريفيه، هبط تصويره صحبه بقيه الحراس نتاع المنتخب الوطني التونسي، معز حسن كيف كيف، ايمن دحمان ايضا هبط تصويره باش يكون معاهم حمدي الكسراوي ايضا فاروق بن مصطفى ايضا. تصويره حلوه برشا شفناها، يمكن تلخص حتى الروح الكبيره بين ملاعبيه المنتخب، يمكن ننساو حتى شنو صار مع معز حسن في المقابله الاخيره ورفضه يمكن الخروج من المقابله وتعويضه. عارف شفت سي عبد الباقي تصويره ولا لا؟ نشوف فيها تصويره، يمكن سي عبد الباقي ما يعرفش انت هل انه صحيحه التصويره هذه ولا نجم نقولوا للكوم وكهو؟ والله حتى كان الكوم وكهو مهم، فهمت معناها ميساج راهو نساو اللي صار الكل، رحنا سوليدار رحنا مع بعضنا، رحنا معناها عندنا مصير واحد وماشي لنفس الهدف كلك سوا شكون ماشي يلعب شكون ما يلعبش، معناها مهم الصوره حتى كان جات النيه هي نيه تسويقيه، ما يسالش كيف نسوقوا الافكار الايجابيه والصور الايجابيه ما يسالش. هي من ناحيه التسويق تسويق هكا فما اسم نتاع مطعم ديجا حبناك وراي وليد تعدلوا بعد اللي كان قاسي شويه على معاذ حسن. كنت قاسي عليه على خاطر وضحت علاش كنت قاسي عليه، هو هكا فهم اللي لازمه يعتذر من صحابه خاطر مع تحكيه عمل ديكلاراسيون وقال انا حبيت نفيد وكذا، لكن يا معز فما طريقه انت ما زلت صغير نقول له انا معناها هذوما اصحابك وعشره معناها باش تقابلوا اليوم وغدوه دونك دورين افون حتى الكارير، وهو معناها لازم يتعلم معناها هذه دروس معناها المره الجايه كيما نقولوا يعرف كيفاش يتعامل مع السيتياسيون، وهو ابري تو يفي بارتي معناها من الجروب وان شاء الله غدويك يعمل ماتش كبير ويعاون اصحابه علاش لا معناتها يعاوننا في الكاليفيكاسيون للدومي فينال. دونك يعطيكم الصحة للكل. ثم ديتايس في التصويرة بالله كان ثبت مليح، بن مصطفى ودحمان ومعز شادين يديهم في بعضهم وماشيين المعز حسن اللي هو بيناتهم قصراوي. معناها بلغة أخرى احنا ثلاثة رحنا ما حناش موجوعين من اللي عملوا معز. تحس أني في ثم حاجة. معناها نورمالمون معز حسن شبيه مش بلاص فاروق. محطوط هو فهمت على هو اللي كوندوني هو المتهم. راهو بالنسبة لنا خونا وكذا. مع ثم ميساج يعطيهم الصحة. قلت لك حتى كان مخدومة أنا معك، حتى كان مخدومة بغاية التسويق فإنه راهو في المنتخبات الكبيرة اليوم يقول لك شنو هو لازمك تتكلم وكيفاش لازمك تقعد وشنو هو المريول اللي تلبسه وشنو هو السيق اللي يبدا محطوط وشنو هو الميساج اللي تعدى. ثم تصوير أخرى ونختم لك بها أنا ريتها مهمة ولازمها تتقال نتاع معز بن شريفية وقت اللي هز حكينا عليها البارح. شو عدينا البارح في الحقيقة أنا مستني برشا مستني برشا وعجبتني برشا ومعبرة على الأخر على الأخر على الأخر. واضح يعطيكم الصحة الأولاد الكل، شكرا لك يا خالد الموالي، شكرا يستاهل تصفيقكم يا أولاد. وليد نيش يعطيك الصحة. عايش بارك الله فيكم الجمهور العزيز. حتى وليد زاد. تعالوا بكم شكرا لك. تحية للجمهور العزيز. يعطيك الصحة. شكرا لك ما تبدا خالد. عايش هكا نوصلوا لنهاية ليكيب كان الليلة، أكيد غدوة يستأنف الموعد مع حيدر الشيرني بعد مباشرة بعد نهاية المقابلة نتاع المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله تنتهي في 90 دقيقة بفوز منتخبنا، ولا حتى كان بالبينالتيات مثالش، المهم الفوز لمنتخبنا إن شاء الله في مقابلة غدوة. أجمل تحيات إسلام المتب.